في فصل اللاوعي التكيفي الصادر عام 2014 من كتابه إغواء العقل الباطن يقول البروفيسور الشهير الأمريكي روبرت هيث الوعي هو تقرير نهائي لمستوى أعمق منه الوعي هو تقرير نهائي لمستوى أو أعمق منه الكلام بسيط أقربه لكم بهذا المثال الكمبيوتر اللي عم نشتغل عليه أيها الإخوة الأكارم نجري عليه عمليات حسابية ما أو عمليات بحث معينة تظهر النتائج على الشاشة هل هذا هذه الشاشة هي التي أجرت هذه عمليات البحث وعمليات الحساب ومشاكل ذلك؟ أبدا اللي أجراه هو جهاز الكمبيوتر لاعب التنس اللي بيصد ضربة ما جاءته من خصمه هو لما بتسأله أنت شو سويت؟ العملية معقدة طويلة اللي أجراها لكن هو يعني يتذكر أنه ضرب الطابق الذي نريد ان نقوله انه لدى الانسان مكان اسمه اللاوعي، اللاوعي العقل الباطن هو اعمق بكثير اعمق بكثير من الوعي الذي نريده وندركه ونحس به، ماذا اريد من هذه يعني المقدمه لروبرت هيث؟ اريد ان اقول لكم انه يعني روبرت هيث يقول عفوا روبرت هيث يقول انه لا بد من اجراء مراجعات دقيقه لمرحله الوعي التي نحاكي بها العالم يجب ان ننظر ان هناك مرحله اعمق اعمق اجراء فيدباك تغذيه راجعه مراجعات لقراراتنا ومعتقداتنا وسلوكاتنا مهم جدا. روبرت هيث في كتابه اغواء العقل الباطن، اغواء العقل الباطن يعني اغواء اللاوعي يقول نحن نستطيع اجراء تلك المراجعات احيانا بانفسنا واحيانا باجراء استشارات مهمه ممن نثق بهم. الاخوه الكرام آه ذكر الامام الواقدي في كتابه المغازي آه الشهير عن سيدنا خالد بن الوليد انه لما جاء الى النبي صلى الله عليه مؤمنا مسلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك قد كنت ارى لك عقلا رجوت ان لا يسلمك الا لخير. استقبل خالد بن الوليد الذي انتصر على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد الشهيره لم يطرده ولما ساله خالد يا رسول الله لقد يعني اوغلت في اذى الاسلام والمسلمين. فهل يغفر الله لي؟ قال له اللهم اغفر لخالد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك الإسلام يجب ما قبله يا خالد الإمام الغزالي يقول وأريد منكم أن تتصدقوا علينا وتتكرموا علينا بالتركيز على هذه يعني المقطوعة المهمة التربوية للامام حجه الاسلام الغزالي يقول: الصبي امانه عند والديه، الصبي امانه امانه عند والديه، وقلبه الطاهر جوهره نفيسه خاليه من كل نقش، جوهره صافيه نقيه طفل ابنك من كل نقش وهو قابل لكل نقش، هو قابل لكل نقش لانه خالي من كل نقش، ومائل الى كل ما يمال اليه، فان عود الخير نشا عليه وسعد في الدنيا والاخره، وان عود الشر نشا عليه واهمل اهمال البهائم، وهلك من بعده ابواه قبل ان يهلك هو، ويختم وتهذيب الاخلاق والتغذيه بالعلم هي غايه التربيه الاسلاميه. ايها الاخوه الامام الذهبي الامام الذهبي الشهير المحدث والمؤرخ قال له الامام البرزالي عندما وجده يكتب قال له ان خطك يشبه خط المحدثين يقول الامام الذهبي فحبب الي علم الحديث كلمه صنعت من الامام الذهبي الامام البخاري يقول ان قصه يعني قصه نجاحه الكبيره وصحيح البخاري لا يخفى على احد منكم ان استاذه اسحاق بن رهاوي قال يخاطب تلاميذه ومنهم البخاري قال عسى احد منكم يجمع ما صح عن رسول الله في كتاب قال فقررت ان اجمعه في كتاب ففتح الله عليه ما تعلمون انها كلمات نصنع بها انسانا او نهدم بها انسانا نربي بها مشاعرا قويه او مشاعرا ضعيفه افكارا ايجابيه او افكارا سلبيه في برنامجنا اليوم حياه طيبه ان شاء الله، نتحدث عن شخصيه ابني قويه مستقله، الطريق لان تكون شخصيه ابننا مستقله قويه هو طريق معبد وسهل، لكن له يعني معالم وله طرق، كونوا معنا في هذه الحلقه بعد هذا الروبرتاج المختصر، طيب الله اوقاتكم. الطفل المطيع هذا انه ربي فيه آه ثقافه آه اطفئ سراج عقلك ثم اتبعني. نحن نريد نجمع بالتوازن الأدب مع الإبداع عندما نقول للولد لا, لا تفكر لا تنظر لا تعلق سنربي الولد على ثقافة الحظيرة الواحدة يعني سنهمشه دائما سنحرمه من حرية الإبداع والتفكير والنقد بالعكس نحن نفسح المجال أمام الأبناء في المدارس وفي المعاهد وفي الكوادر بأن يكونوا نواة صالحة للإبداع والتقدم الطفل المطيع دائما أفضل بس إذا كان بيعترض ويناقش مشان شخصيته ما تأثر بالمستقبل بنحاول ناخذ بآرائه بشكل إيجابي هلا إذا الطفل اعترض و... وناقش وطلع معه الصواب أفضل ما يكون إنه هيك يعني انحيادي لحاله او مثلا تحسه ما له راي او منطوي او إيه؟ منطوي لا الافضل انه يشارك ويعطيك رايك للاب وللام ولاي انسان الطفل اللي يعترض ويناقش مشان تفهم انت شو تركيبته، شو طريق طريقة تفكيره يعني شو طبيعة تفكيره للطفل لما يعترض على شغلة مثلا بيسألك عليها بابا انه ليش هاي؟ لا انه مثلا او ليش هاي ايه؟ هيك يفكر الولد ويتنمى عقله أكثر مرحبا بكم مره اخرى. نتحدث الان ايها الاخوه عن طرق بناء شخصيه طفلي القويه المستقله. نتحدث من خلال دراسات دقيقه قويه مستقله محكمه خلصت الى نتائج نهديكم هذه النتائج رجاء ان تفيدوا منها. ما هي خصائص الأسر التي تربي أبنائها على شخصية مستقلة الطفل اللي بتكون شخصيته مستقلة ما بيكذب والطفل اللي الطفل اللي بتكون شخصيته مستقلة ما بتخبي عن أسرته شيء والطفل الذي تكون شخصيته مستقلة ما بيسمح لحدا من الأطفال التحرش فيه جنسيا الطفل الذي تكون شخصيته مستقلة يطالب بحقوقه الشخصية المستقلة القوية للطفل هي حصن آمن له من كل شر ومفتاح خير له إلى كل نجاح هذا كلام مهم وهذه قواعد ذهبيه نرجو ان تكونوا معنا ما هي خصائص الاسر التي تربي اطفال ناجحين قال الاسر الناجحه التي تربي اطفال شخصيتهم قويه ومستقله هم الاسر التي تشرك اطفالها في اعمال البيت تقول الباحثه جولي هيمز ان الاطفال الذين يكبرون في بيوت يشاركون فيها بانجاز اعمال البيت وخدمة البيت بينظف مع أمه وبتكنس مع أمه وبيرتب أموره وبيرتب أواعيه وملابسه وما بيزت البنطرون هنيك والقميص هون ومن الصبح ثلاث ساعات حتى نلمهم ونلاقيهم قبل المدرسة وكل يوم والتاني مضيع كتبه في مكان وزاوية وبده عشرين مقلمة خلال الفصل الأول وعشرين تاني خلال الفصل الثاني هذا الطفل الاتكالي المهمل الكسول الذي لا ينجز شيء هذا الطفل يعني بخطر كبير كيف نربي طفل شخصيته قوية مستقلة معتمدة على نفسه غير اتكالي متوكل وليس اتكالي نشركه كما تقول هذه الباحثة جولي هيمز باعمال البيت اذا الاسر التي تشرك ابنائها في اعمال البيت هي اسر تربي اطفالا شخصيتهم قويه ومستقله قال من من خصائص الاسر اللي بتربي اطفال شخصيتها قويه ومستقله يتوقعون الافضل لاطفالهم متفائلين باطفالهم خيرا عن طريق مسح اجري في ولايه كاليفورنيا على آلاف 660 6600 يعني طفل وجد ان الاباء الذين يرسمون احلام كبيره لابنائهم ال 6600 طفل العينه درسوهم من عمر خمس سنين من ست سنين لأ الى عمر 24 سنة. وجدوا أنه القاسم المشترك الأعظم بين هؤلاء الأبناء الناجحين هنا الذين أنهوا جامعات وبدأوا وظائف ونجاح في وظائف معينة هو أن الأسر الأسر كانت تعزز عندهم أنه أنت إن شاء الله حتكون طبيب متفوق وأنت حتكوني إن شاء الله تعالى معلمة ناجحة وما شاكل ذلك إذا لما الطفل بنحبطه بنهدمه وبندمره من هو صغير ونقول له أنت ما حيطلع منك شيء إذا غلي سعرك بالمستقبل حيكون فرنجين ومصدي كمان هذا الطفل اللي عم تحبطه وتثبطه، انت يا ابني ما في منك فائده، انا يائس منك، انا غسلت ايدي منك، هالعبارات الهدامه هي تكافئها نتائج واضحه، سيكون طفل كما انت خططت له لمستقبله، سيكون طفل فاشل وغير ناجح وما ذلك. اذا الدراسه تؤكد لنا ان الاسر التي ترسم احلام جميله ومستقبل جميل، عم تحكي بس حكي يعني بس حكي لاطفالها هم هؤلاء الاطفال يكونون قادرين على الانجاز في المستقبل. من من خصائص تلك الاسر الناجحه الاسر التي يحافظون على روابط عائليه قويه الروابط العائليه القويه بين الاب والام والاخوه تنعكس بشكل مباشر على الاطفال في جامعه الينيوس الشهيره الامريكيه هم اشهر الجامعات في البحث العلمي للامانه هذه الجامعه تقول ان الاسر التي فيها مشاكل طلاق يعني الاب والام مفترقين معنى مادي يعني مطلقين رسميا ومفترقين في المكان أو طلاق روحي هم يعيشون في مكان معين لكنهم غير متوافقين الأب والابن عفوا الزوج والزوجة سينعكس على الآباء والأبناء بشخصيات مهزومة شخصيات مترددة شخصيات غير قادرة على الإنجاز والتواصل وأخطر ما في هذه الأسر يعني أنها تربي أبناء شكاكين ظنانين البنت تخاف من الزواج بسبب تجربة أمه والابن بيخاف من الزواج بسبب تجربة أبوه إذا شخصية طفل قوي مستقلة صمام الأمان لها خط الحماية الأول لها والدفاع الأول هو أن يكون الأب والأم متوافقين تقول الدراسات أن الأمهات اللي وصلوا لمراحل متقدمة من التعليم الأسر المتعلمة وخصوصا الأمهات لأن الأم هي التي تعكف غالبا على تربية ابن أكثر من الأب هذه الأسر تقول يعني دراسة ميشيغان عام 2014 أجرت في هذه الجامعة ميشيغان دراسة مهمة تقول الأمهات اللي عندهم مستويات تحصيل علمي مرتفع يعني عندها مثلا طبيبة أو مهندسة أو معلمة أو أستاذة جامعية أو إعلامية أو ما شاكل ذلك أو رسامة هؤلاء الأمهات يُتوقع أن تكون أبنائهم ناجحين. كيف خَلصوا إلى هذه الدراسة؟ درسوا عينة كبيرة جدا في عام 2014 وجدوا أن الأطفال الذين تربوا في أسر غير متعلمة وليس لدى يعني الاب والام درجات تحصيل عاليه لم تكن يعني ابنائهم يعني قادرين على ان يكونوا ذو شخصيات مستقله، كيف رصدت شخصياتهم تقول الدراسه؟ من خلال العمل، كانوا بالعمل يعني اطفال مهزومين، مترددين، يشتغلون يعني بشكل سلبي مع فريق العمل الذي يعملون به. خامسا من خصائص الاسر اللي بتربي ابناء شخصيتها قويه ومستقله تطوير الوالدين روابط قويه مع اطفالهم مبكرا. في دراسة عام 2014 تم إجراؤها في أوروبا وجدوا أن الأسر اللي عند بلشت من هي صغار أبناء بإقامة علاقات يضربون مثال جميل جدا أريدكم أن تفيدوا منه يقول أن كان هناك لهذه الأسر برنامج يعني حديث خاصة, حديث خاصة بين الأب والابن او العكس الاب والبنت والام والابن او الاب والبنت يعني كانت الام كل اسبوع تمشي هي وابنها مشوار ابنها صغير اللي عمره صف اول او صف ثاني يعني سبع سنين وثمان سنين و سنين تتمشي هي وتفتح مع موضوعات كثير مهمه وتجادله وكذا يقدم لها افكار سيئه تستشيره بمشاكل معينه ابوه بيستشيره انه عمك فلان اخو ابوه يعني في مشكله بينه وبينه يقول له اضربه يا اخي ما بنضرب ابوك انا بنضرب عمك هذا اخو ابوك العم وصلون الاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقدمون لابائهم افكار سيئه ويقدمون للامهات لكن الاباء والامهات ظلوا صابرين ومرابطين ومثابرين واثمر ذلك انه ابنائهم صار عندهم قدره على المحاكمه والادراك واصبحت شخصيات ابنائهم قويه ومستقله. اذا تطوير علاقات قويه مع الاباء مع الابناء ومشاورتهم واشراكهم في اتخاذ قرارات تخص البيت. إن تنشئة طفل قوي أسهل بكثير من محاولة إصلاح رجل مكسور وضعيف من طرق بناء أطفال شخصيتهم قوية ومستقلة وتربيتهم على هذه الأخلاق المهمة جداً أن تكون مستويات التوتر منخفضة نحو الأبناء كل ما كانت مستويات توترنا منخفضه نحو ابنائنا كل ما كان ابنائنا قادرين انه يعتمدوا على انفسهم وتكون شخصيتهم قويه في دراسه اجريت في الواشنطن بوست على عينه من الاطفال من عمر 3 سنين ل 11 سنه على عينه شريحه كبيره جدا والدراسة حديثه جدا في عام 2017 هذه الدراسة أثبتت أنه كل ما نحن نتعامل مع أبنائنا بحساسية عالية بنخاف إذا الولد وقع الأسرة كلها بتقوم إذا سعل أو صاب قريب نستنفر إلى المستشفى طفل بالمدرسه هني يعني عم يلعبوا فوتبول من زملائه وقعوا جرحت رجله شوي الاسره كلها بتستنفر وبتروح لعند المدير الاب وبيتصل الام ومشاكل ذلك الطفل الذي يجد هذه المتابعه المرضيه غير الصحيه له من قبل الاسره يتواكل ويصبح ضعيف ويترهل نفسيا ويصبح مفرط الحساسيه وبالتالي يعتمد على والديه بكل شيء هذا مما يضعف شخصيه الطفل ويجعلها شخصيه لا قويه ولا مستقله الاعتدال في كل شيء خير والاعتدال في متابعه الابناء لنترك لهم هامش من الحريه وايضا لنترك لهم هامش من تحمل المسؤوليه دمتم آباء صالحين وأمهات مربيات فالحات. طرق تربية الطفل بشخصية قوية ومستقلة، بدنا طفل قوي، بدي ابني يعني ارسله يعني وانا مرتاح بانه قادر على ان يدير نفسه على حاله ويدبر اموره. من طرق من تلك الطرق امدح شخصه امدح شخصه وسلوكه، اذا ابنك سوى شيء صالح كويس امدح شخصه وسلوكه. انتقد سلوكه لا شخصه، ارجوكم احفظوا له المعادلة. امدح شخصه وسلوكه اذا فعل نجاح معين، خير. انتقد سلوكه لا شخصه اذا فعل شيئا خاطئا. أه تابع سلوكه الايجابي قبل السلبي، ان الحسنات يذهبن السيئات. اول شيء بنبلش بالايجابي من سلوكه بنقدم انت يا ابني مجتهد ومتفوق، ليش اليوم جبت هاي العلامه السيئه؟ مع انه ما شاء الله عليك كلك يعني اجتهاد وتفوق، علاماتك كل الماضيه جيده. شو صار يا ابني؟ شو عدا ما بدا حتى وصلت لهون؟ اذا اول شيء ذكرنا له انه انت مجتهد. انت يا ابني نظيف اوعيك على طول نظيفه، ليش موسخ حالك اليوم؟ شوفوا القرآن الكريم الله يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم على موضوع الاسرى الذين يعني عف... موضوع المخلفين في معركة تبوك يقول له عفى الله عنك لما أذنت لهم أول شي عفى الله عنك ثم لما أذنت لهم ركز على جهوده وليس على نتائج جهده الطفل درس امبارح واجتهد جاب علامة قليلة بنقول له درست والله يعطيك العافية وأمور واجتهدت وقدر الله ما شفع إن شاء الله المرة الجاية بتعوض اللهم هذا اللهم عليك الجهد اللهم عليك التكلان وهذا الجهد يا رب العالمين اوجد له فرص اخرى للنجاح اليوم اخفق في امتحان معين بنبهه انه ان شاء الله الامتحانات القادمه بتنجح افتح له ابواب خير ولا تيأسه ولا تقنطه مما يضعف شخصيته ساعده على اتخاذ قراراته بنفسه علم الولد ياخذ قراراته على بنفسه خلي على لسانك هاي الكلمه اللي بدك اياه انت اللي بتشوفه صح اتكل على الله مع انه انت بعض يعني الاشياء تجد افكار افضل واقتراحات افضل للعبه ودراسته والبسته لكن دع له هامشا من الحريه ليتعلم ويتربى على ان يعتمد نفس على نفسه وتكون شخصيته قويه مستقله عامله كف... كطفل ودعه يعيش طفولته يعني في عندنا شيء اسمه صراع الاجيال انت عمرك خمسين سنه وهو عمره عس خمس سنين انت عمرك 30 سنه وهو عمره سبع سنين لا تستطيع لا تستطيع أن تملي عليه كل شيء يصبح دمية متحركة كما أنك تريد منه أن يكون دمية متحركة بيدك حجر شطرنج لك بل أكثر من ذلك ذيلا لك والعياذ بالله سيكون ينعكس على سلوكه في المجتمع سيكون دمية متحركة ضمن الآخرين علمه يا بني خطط لنفسك قبل أن تكون دمية ضمن مخططات الآخرين لا تتدخل في تفاصيل حياته كثيرا دربه على التكيف الاجتماعي إجاك عم يشتكي من طفل ضربه قل له روح اشتكي عليه أنت حل مشكلتك لا تسمح له يضربك مره ثانيه وما شاكل ذلك ابني ابي عم ياكلوا لي اكلاتي ما تخلي حد ياكل اكلتك انت حل مشكلتك بنفسك على التكيف الاجتماعي وفر له اخيرا وفر له اقرانا ناجحين الحقيقه ايها الاخوه الشريعه الاسلاميه رعت الشخصيه رعايه فائقه عجيبه، انظروا ايها الاخوه كيف ربت الشريعه الاسلاميه بكلمات مختصره الشخصيه الطفل لتكون شخصيه قويه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم في الاسلام، خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام. اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، الله سبحانه وتعالى يعني وجه النبي إلى أن يوجه الناس أن خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا إذا فقهوا، هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين وكان كلاهما عمر بن الحكم وعمر بن الخطاب ذو شخصية قوية. نعم الرجل عبد عبد الله لو كان يقوم الليل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمر نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، بدأ أولاً بحفظ كرامته بحفظ على شخصيته نعم الرجل لو كان يقوم الليل من 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 تربيه الشخصيه القويه للطفل الابتعاد عن العقاب البدني المؤذي والشتم منه عنه بالشريعه الاسلاميه نهيا قاطعا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التربيه ما بال اقوام كان يشوف حدا يغلط واغلاط مهمه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما باله اقوام ما كان يقرع ولا يهدم اعرابي فاتوا بول في المسجد يا اخوه بول في المسجد مكان طاهر وهو فهم به الصحابة فقالوا لهم يعني لا تعذروه ولا تؤنبوه أريقوا على ذلك شيئا من الماء بل في رواية أنه قال لهم اتركوه يكمل يعني لا يريد أن يهينه ويدمر شخصيته عليه الصلاة والسلام. يعني القصص كثيرة، ابن مسعود تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود مر على رجل مغني شهير اسمه زاذان أبو عمرو الكندي، فوقف أمامه في العراق فقال له ما أحسن هذا الصوت لو كان في سبيل الله. انظروا التربية، عدم إيذاء الشخصية، بده يحافظ على شخصيته، ما بده يؤذيه، ما بده يكسره، هذه هي منهج التربية الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم أخيراً نضرب لكم أمثلة فقط المعين الشريعة الإسلامية الضاح بما يحافظ على شخصية الإنسان ويحفظ كرامته النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء وقفت هند بنت عتبة التي لاكت كبد حمزة يا إخوة عمه يعني قصة كثير كبيرة فقال, فقال, لهم ولا تزنين للمشركات اللواتي آمنوا ومنهم هند بنت عتبة قالت له أو تزني الحرة تتكلم بوجه النبي صلى الله عليه وسلم ولكت كبدة و و و عمه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقرعها أو يؤنبها المدرسة الإسلامية تحافظ على شخصية الإنسان وكرامة الإنسان وبهذا تحافظ على شخصية الإنسان منذ الطفولة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى